بعد كده كنت زيادة زيادة تعب انت بتركب ايه بتركب ايه عشان تروح برجليك ولا بالحمار والتاب بين مسيا بين محارة شجع ورجعت انديت لهني وقعنا هنا في ذنبتها جلسنا ايامات وما رضنا نلمحها وما نلمحها هذه اللي اريد اريد بابا نصوره معي Yemen is one of the countries that is still on the brink of famine. And it's these people, the women and children, who are the most vulnerable. وجبتين ما ناكلهاش ناكل وجبة بالذات يعني مر علينا هذا قبل 3 أيام يعني خلص علينا الراشن قسينا من العشاء للعشاء ناكل هلا يا حبيبي رفعي راسك رفعي حواوي سريع لا توفر حتى المغذيات يعني السوائل العلاجات الأساسية ما فيش علاج بنادول حق الحمى مش متوفر في المستشفى يعني تجي المنظمات زيارات كثيرة بس ما فيش حد منهم دعم أدوية أو أنه تدعم الدعم ما يوصلش أو ما يعني العلاجات الأساسية غير متوفرة إذا المريض يترقد بدون علاج يعني كأنه ما ترقدش كأنه في بيتهم